أوصيكم ونفسي المقصرة بطاعة الله، بتقوى الله وطاعته، وكثرة عبادته، واجتناب معصيته. أيها الأخوة، أقبل عام هجري جديد، نسأل الله تعالى فيه التوفيق والتجديد، وندعوه سبحانه أن يفرج الغم عن هذه الأمة، ويصرف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبدلها بالاستقرار والازدهار، وأن يزيدنا من النعم والخيرات، ويغفر لنا ما قد فات، ويوفقنا لصالح العمل فيما هو آت. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أخوتي في الله، إن الهجرة النبوية الشريفة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدث تاريخي ثري انتهى بسياقه الزماني والمكاني. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، حيث كانت الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة لنصرته ومؤازرته. فلما كان الفتح وأظهر الله تعالى الإسلام سقط فرض الهجرة. ومعلوم إن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، لكن التاريخ بالهجرة يبدأ من شهر الله المحرم، كما تم إقرار ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، حين أتاه رجل عليه حجة، أي صك لرجل، فقال: قد حال ديني في شعبان. فسأله عمر: أي شعبان هذا؟ أشعبان هذا العام؟ أم شعبان عام الماضي؟ أم العام المقبل؟ فجمع الصحابة وقد أرخوا يتساءلون في أن يؤرخوا تاريخ الإسلام، وقد سألهم وقالوا: نؤرخ كما أرخ الروم. وآخرون قالوا: نؤرخ بتاريخ الفرس. وآخرون قالوا: نؤرخ بهجرة رسول الله. وآخرون قال: بمولده. وآخرون بوفاته. حتى استقر رضي الله عنه هو والصحابة على هجرته، أن يبدأ التاريخ الإسلامي من الهجرة، وذلك لاشتهارها ولمكانتها. ثم سألهم مرة أخرى، قالوا: ومن أي الأشهر نبدأ بالسنة الهجرة؟ فقالوا: نبدأ برجب. والآخرون قالوا: برمضان. وعثمان رضي الله عنه قال: نبدأ بمحرم، فإنها بداية العام الهجري، وإنها منصرف الناس إلى الحج. فمال عمر كما قلنا بالهجرة إلى التاريخ بالهجرة، ثم قال: ومن أراد ومنصرف الحج ومنصرف الناس إلى الحج. وهكذا أخوتي في الله اختير التاريخ الهجري كما كان بين عمر والصحابة الاستشارة. وأخوتي الله، من أراد أن يدرك فضل الهجرة وثوابها فعليه بالعبادة ليستدرك به ما فاته من أجلها، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهج كهجرة إلي. والمراد بالهج الفتن. وسبب فضل العبادة فيها أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون بغيرها، فهنيئا لمن شغل نفسه بطاعة ربه وأقلع عن ذنبه وهجر خطاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فما أجمل أن نهجر كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فذلك أفضل هجرة. قال رجل: يا رسول الله،
أي الهجرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. أيها المسلمون، لقد بقي لنا من أحداث الهجرة النبوية الشريفة أنهار تتدفع من الدروس والعبر لينتفع منها من أراد أن يتذكر أو يتدبر. فالناظر في الهجرة النبوية يلحظ فيها حكما باهرة، ويستفيد دروسا عظيمة، ويستخلص فوائد جمة يفيد منها الأفراد وتفيد منها الأمة بعامة. فمن ذلك على سبيل الإجمال ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتجلى ذلك من خلال استبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر معه، حيث لم يهاجر إلى المدينة مع المسلمين. فعلي رضي الله عنه بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه صحبه في الرحلة، ويتجلى كذلك في استعانته بعبد الله بن أريقب، وكان خبيرا ماهرا بالطريق، وكذلك في كتم أسرار مسيره إلا من لهم صلة ماسة. ومع ذلك فلم يتوسع في اطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم. ومع هذا، ومع أخذه بتلك الأسباب وغيرها، لم يكن ملتفتا، بل كان قلبه مطويا على التوكل، على التوكل على الله عز وجل. وكذلك ضرورة الإخلاص والسلامة من الأغراض الشخصية، فما كان عليه الصلاة والسلام خاملا أبدا فيطلب بهذه الدعوة نباهة شأن، وما كان مقنا حريصا على وسط العيش. يوم كان الذهب يصب في مسجده ركاما كعيشه يوم يلاقي في سبيل الدعوة أذى كثيرا. وكذلك الاعتدال حال السراء والضراء، فيوم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة مكرما لم يخنع ولم يذل ولم يفقد ثقته بربه، ولما فتح الله عليه ما فتح وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين لم يطج زهوا ولم يتعاظم تيها، فعيشته يوم أخرج من مكة كارها كعيشته يوم دخلها فاتحا ظافرا، وعيشته يوم كان في مكة يلاقي الأذى من سفهائها كعيشته يوم أقلت رايته البلاد العربية وأقلت على ممالك قيصر ناحية تبوك. ومن الدروس أخوتي في الله، ومن الدروس كذلك اليقين بأن العاقبة للمتقين، بأن العاقبة للمتقين والتقوى. فالذي ينظر في الهجرة بادئ الرأي يظن أن الدعوة كانت إلى زوال واضحلال، ولكن الهجرة في حقيقتها تعطي درسا واضحا في أن العاقبة للتقوى وللمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بسيرته المجاهد في سبيل الله الحق أن يثبت في وجهه أشياء الباطل ولا يهن في دفاعهم وتقويم عوجهم، ولا يهوله أن تقبل الأيام عليهم فيشتد بأسهم ويجلبوا بخيلهم ورجالهم، فقد يكون للباطل جولة ولأشياعه صولة. أما العاقبة فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون. وكذلك نتعلم كيفية الثبات. نعم، إنه ثبات أهل الإيمان في المواقف الحرجة، ذلك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما كان في الغار، وذلك لما قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو إن أحدهم نظر إلى موقع قدمه لأبصرنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا: ما ظنك بإثنين، الله ثالثهما. فهذا مثل من أمثلة الصدق والثبات والثقة بالله والاتكال عليه عند الشدائد، واليقين بأن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة. هذه حال أهل الإيمان بخلاف أهل الكذب والنفاق،
فهم سرعان ما يتهاونون عند المخاوف والشدائد، ثم لا نجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وعلموا أخوتي في الله، واعلموا إن أخوتي في الله، إنهم علموا من حفظ الله حفظه الله. ويأخذ هذا المعنى من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتمر به زعماء قريش ليعتقلوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فأنجاه الله منهم بعد أن حث في وجوههم التراب وخرج من بينهم سليما معافى. وهذه سنة ماضية في الله، فمن حفظ الله حفظه الله. وأعظم ما يحفظ به الله أن يحفظ في دينه، وهذا الحفظ شامل وأيضا لحفظ البدن. وأن النصر مع الصبر، فقد كان هينا على الله عز وجل أن يصرف الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ولكنها سنة الابتلاء، ويؤخذ بها النبي الأكرم ليستبين صبره ويعظم عند الله أجره، وليعلم دعاة الإصلاح كيف يقتحمون فيما بعده، كيف يقتحمون الشدائد ويصبرون على ما يلاقون من الأذى صغيرا كان أم كبيرا. وكذلك الحاجة إلى الحلم وملاقاة الإساءة بالإحسان. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض في مكة قبل الهجرة من الطغاة أذى كثيرا، فيضرب عنها صفحا أو عفوا. ولما عاد فاتحا مكة ظافرا عفا وأصبح عمن آذاه. وهذه من فوائد الهجرة أيضا انتشار الإسلام وقوته. فلقد كان الإسلام بمكة مغمورا بالشخب الباطل، وكان أهل الحق في بلاء شديد، فجاءت الهجرة ورفع الصوت الحق على صخب الباطل، وخلصت أهل الحق من ذلك الجائر، وأورثتهم حياة عزيزة ومقام كريمة. وإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما ترك المهاجرون ديارهم وأهليهم وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم، لما تركوا ذلك كله لله أعاظهم الله بأن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرقها وغربها، وذلك بقيام الدولة الإسلامية وتكوين المجتمع المسلم. وكذلك نستخلص أخوتي في الله من الدروس والعبر سلامة التربية النبوية، فقد دلت الهجرة على ذلك، فقد صار الصحابة مؤهلين للاستخلاف وتحكيم الشرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله. وكذلك التنبيه على عظم دور المسجد في الأمة، ويتجلى ذلك في أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله المدينة، حيث بنى المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المسلم برب العالمين، وليكون منطلقا لجيوش العلم والدعوة والجهاد. ومن الدروس أيضا أخوتي في الله على عظم دور المرأة، ويتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما، حيث كانتا نعم الناصر والمعين في أمر الهجرة، فلم يخذلا أباهما أبا بكر مع علمهما بخطر المغامرة، ولم يفشيا سر الرحلة لأحد، ولم يتوانيا في تجهيز الراحلة تجهيزا كاملا، إلى غير ذلك مما قامتا به. وكذلك عظم دور الشباب في نصرة الحق، ويتجلى ذلك في الدور الذي قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وكان أول فداء في الإسلام. وكذلك ما قام به عبد الله بن أبي بكر حيث كان يسمع أخبار قريش ويزود النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم،
وكذلك حصول الأخوة وذوبان الفروقات والتفرقات والعصبيات. فاللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيمة. الحمد لله الذي لا محمود سواه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها بالنعمة، والحمد لله على كل نعمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمتقين، وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أخوتي في الله، لقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة تملأ القلوب نورا وتشرف بها العقول رشدا، فسابق إلى قبولها رجال عقلاء ونساء فاضلات وصبيان لا زالوا على فطرة الله، ففيها يتجلى جمال الإسلام وتظهر عظمته وقوة تأثيره في الأنام بما تضمنه من القيم السامية والمبادئ العالية التي أثرت في القلوب ففتحت أقفالها وخاطبت العقول فأسرتها. قال قائل قريش يصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ نعم، هذه صورة الإسلام، هذه صورة الإسلام الناصعة ودعوته الحسنة التي ابتسمت في الأذهان، بل إنها شهادة لجمال الإسلام نطق بها أعداء الله، نطق بها أعداء الله وأعداء الإسلام قبل أهله. فقد شهد قديما هرق العظيم الروم بصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عنه لأبي سفيان: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وكذلك الرسل لا تغدر، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. كما شهد عدد من المنصفين الأجانب من غير العرب والمسلمين. فهذا المفكر والشاعر الفرنسي لامارتين يقول: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا المستشرق البريطاني برنارد شو يقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباحث الأمريكي مايكل هارت يقول: محمد أهم وأعظم رجال التاريخ. وأما كاتب موسوعة قصة الحضارة والديورانت فيقول: محمد أعظم عظماء التاريخ. وهذا الكاتب الإنجليزي توماس كارول يقول: محمد الرحمة والحنان، إني لأحب محمد صلى الله عليه وسلم لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. وكذلك يقول الأديب البريطاني جورج وولز: محمد أعظم من أقام دولة العدل والتسامح. ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبو: محمد أعظم من عرفهم التاريخ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأخلاق الفاضلة بالحكمة واللين والقول الطيب للناس أجمعين، عملا بقوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وبقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبالرحمة نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته بين العالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيا لها من رسالة رحيمة تحمل الخير والعدل والإنسانية، وتنشر المحبة والسلامة في البشرية، وتحقن الدماء بعد استباحتها، وتجمع الكلمة بعد تفرقها، وتنزع من القلوب أحقادها وبغائنها، وتنهي العداوات والخصومات، ليعيش الناس آمنين وعلى الخير والبر متعاونين. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولكن المتطرفين اليوم قد أساءوا إلى مبادئ الإسلام السمحة، وشوهوا مفاهيمه الراقية، فجعلوا شعارهم سفك الدماء وزرع البغضاء وتدمير البناء وتمزيق الأوطان وارتكاب الجرائم بحق الإنسان. فأين هم من هدي الإسلام السمح العظيم؟ وأين هم من المعاني النبيلة للهجرة النبوية الشريفة الذي فهمها الرعيل الأول؟ ولعلك مكافأة الله لهم بأن ينزل آيات يوصفهم بها تتلو إلى يوم القيامة. ومثال ذلك صهيب الرومي الذي نزلت بحقه آية: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وحين استطاع الانطلاق من الصحراء أدركه قناصة قريش، فصاح فيهم: يا معشر قريش، لقد علمتم إني من أرماكم رجلا، وإني والله لا تصلون إلي حتى ألمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني وديني. فاقبل المشركين بالمال فقبل المشركين بالمال وتركوه قائلين: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت بيننا ما بلغت، والآن انطلق بنفسك والآن تريد أن تنطلق بنفسك ومالك. فدلهم على ماله وانطلق بنفسه إلى المدينة، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء، ولم يكد يراه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نادى متهللا: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. فقال: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، ولكن أخبرك وما أخبرك إلا جبريل. نعم أيها المصلون، ونستلهم في ذكر الهجرة النبوية الشريفة التفاؤل والأمل والأخذ بالأسباب والثقة بالله تعالى والتوكل على الله مهما اشتد البلاء وعظم الكرب والعناء. فبالإعداد والأمل وحسن العمل يصنع الإنسان الأمجاد ويتغلب على الصعاب ويرتقي إلى واقع أحسن ومرتبة أفضل ويحقق النجاح. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وقد أحاطت به المخاطر، ومع ذلك كانت ثقته بنصر الله عز وجل وتأييده راسخ رسوخ الجبال. ولما انقطعت الحيل وضاقت السبل ووصل قريش إلى الغار، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو معه في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين الله ثالثهما؟ فصدر القرآن هذا الموقف الخالد للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم لنتعلم الثقة واليقين برب العالمين. قال تعالى: ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه
وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. اللهم يا ناصر رسولك والصحابة انصرنا بنصرك، اللهم أرنا الحق.